power plant, which is a power plant close to Cairo, you obviously will understand that now if we produce electricity, we produce it burning fossil fuels. And burning fossil fuels also generate... حسن أحمد كلية هندسة تانية ميكانيكا. قول لي إيه رأيك النهاردة في الندوة؟ ندوة كويسة خالص، احنا استفدنا بيها في حاجات كتير قوي. بعض حاجات انا كنت ببحث عنها عن الانترنت النهاردة، برضو خدت شوية حاجات، خدت شوية مواقع بس ادخل عليها. ندوة كويسة خالص، العالم كله يعتبر النهاردة شغال بالسولار انرجي والنانو تكنولوجي، برضو هما التنين دول العالم كله شغال بيهم. طاقة كويسة خالص متوفرة، تعتبر very expensive او رخيصة خالص او من غير اي مقابل كمان، فتبقى حاجة كويسة خالص. وندوة كويسة بتعرف الطالب، خاصة الطالب لما يطلع في مجال الشغل ومجال العمل هيتعرف اكتر على السولار انرجي. وحاليا الشغل كله في بعض المصانع سواء في الخليج او برا قائم على السولار انرجي والنانو تكنولوجي، هم الاثنين دول هم مصدر طاقه اي مصنع ومصدر طاقه اي مكان. فدول برضو بيديني يعني اهميه للشغل بتاعي وازاي ابحث وازاي ان ابقى مثلا اكتفت في الحاجات دي وابقى كويس خالص في الموضوع. كنت بتبحث في الموضوع ده او بتعمل ابحاث عنه؟ لا، هو انا ما عملتش ابحاث عنه، بس بحثت عنه على النت، رحت ندوه برضو في عين شمس عن الموضوع ده، بس كانت الندوه هناك شغل تركيب وتشغيل الخلايا الشمسيه. اشتغلت برضو مع بعض مع النت، برضو شفت حاجات مع الطلبه هناك في عين شمس، شفت بعض السياره عربيه ماشيه بالسولار انرجي والبنزين اتنين مع بعض، اشتغلت معاهم فيها. انا ما ساهمتش لان انا خارج الجامعه، طبعا جامعه الجنوب الوادي مش هساهم، بس انا كنت بروح بحيث اني انا اخد خبره، اخد حاجه منهم، استفيد بحاجه من عندهم. مهتم طيب بالمجال ده وشايف ان هو مفيد للمجتمع؟ طبعا مفيد جدا. اول حاجه زي ما انا قلت لحضرتك ان هو رخيص جدا، حاليا معظم المصانع وكل الحاجات شغاله بيه، لانه تكلفه الكهرباء بقت عاليه جدا وحاجات تانية بقت يعني غاليه بدرجه فظيعه يعني، فكل العالم يعتبر شغال بالسولار انرجي حاليا. هل هيكون في اهتمامك في الفتره الجايه اهتمام بالطاقه الشمسيه او خلايا الشمسيه وانك تعمل مشروع زي كده؟ ان شاء الله باذن الله. انا ان شاء الله معايا بعض اصحابي يعني ان شاء الله ان احنا هنعمل ان شاء الله مشروع التخرج بتاعنا على سياره تبقى هجين ان شاء الله، يعني فيها هتشتغل ان شاء الله بالطاقه الشمسيه، ده اللي احنا هنشتغل عليه حاليا يعني.